راجل هو اللي عامل لك الشيء، ملي كان صحيحه تقول لي عبد النور هو وكلني. دينا انت تشريح هو الطبيب قلنا شنو كاي، كانت مثمومه الله ياخذ فيهم الحق، كانت شي مثمومه وحنا تابعين الحق دختنا. وتا الناس ديالو ما جاوش يطلوا عليها، الكبده ديالي طاحت لي من يدي، مشات لي الحبيبه. جينا للمحكمه خصنا الحق دختي، صافي الحق دختي تان تنموتوا. انا هي ما هذيك العائله اللي ما ثبتوا الكال، وانا جيت لها المحكمه تعدل لي الحق بنتي. انا راجلها هو اللي عامل لك الشيء، ملي كان صحيحه تقول لي عبد النور هو وكلني. كان يضرب بها وكلا وهو ضرب ملا ضربها برجله محمد الخامس، خارجه وحده الباب محمد الخامس هو يقصد فيها، يقول لها طيحتك الشيء اللي بكرشك، طيحتك الشيء اللي بكرشك ماشي ولدي. وتا الناس ديالو ما جاوش يطلوا عليها، ما خلي ما ديتها للطبيب، ما جاو يشوفوها، ما جاو عندها يشوفوها مره. الكبده ديالي طاحت ليا من يدي، مشات ليا الحبيبه، خلاص بنيته ديالها مكويه مشويه مسكينه. انا باغيه الحق بنتي، ما باغيه من والو، باغيه الحق بنتي صافي، بغيت الحق بنتي انا. علاش بنتي دمو سيدك؟ لا ما قلناش، قلنا عندك كبده مأديه، عندها كلاوي، عندها ريه، عندها هذه. السبب هذا الشيء كامل هي كانت الصحه سلام. الصحه كانت هايده، العائله مزيانه، سافرت هذيك ثلاث ايام الوالده جات كانت معايا كتعيط لها الوالده يا جي يا جي، علاش هذه العائله كتعيط لي ما فهمتي، قالت لها يا جي كذا، جبرا ثم مريض شي كاين مع الوالده بان هو وشي صاحبته تسمم. دينا انت تشريح هو الطبيب قلنا شنو كاين، كانت مثمومه تسمم الله ياخذ فيهم الحق، كانت شي مثمومه وحنا تابعين الحق دختنا. هذيك العائله انا نعملها بحال بنتي فهمتي، هذيك خصها الحق ديما، هذيك الحق ديالها. ها هي فقدت يماها، بقات كتعيط ماما. وضروري تعيط ماما 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 با، تقول لي انا هبة فهمتيني، تقول لي انا هبة وكانت عن اما اما فهمتيني. جينا للمحكمه خصنا الحق دختي، صافي الحق دختي تان تنموتوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.